السلام عليكم يا شباب. في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم معاكم عن موضوع البولي سيستمز اللي بتكون موجودة طبعا في الاوناش، او لو عندك مثلا حمل تقيل قوي بتفكر ازاي ارفعه باقل مجهود، ممكن افكر في حاجة زي البولي سيستمز. والحقيقة ده الهدف من الكورس بتاعنا كله، ان انا بحاول اصمم ليفتنج ماشين بحيث ان هي تسمح لي ان انا ارفع احمال تقيلة جدا باقل افورت ممكن ابذله. طيب، في حقيقة حاجات مهمة قوي لازم نفهمها كويس قبل ما نفكر ازاي نصمم او ندرس بولي سيستم. لازم تكون عارف يعني ايه ميكانيكال ادفانتج، لازم تكون عارف يعني ايه فيلوسيتي ريشيو، لازم تكون عارف يعني ايه ايتا او ميكانيكال افشنسي او الكفاءة الميكانيكية. طيب، انا هشرح لك المفاهيم دي على سيستم بسيط قوي زي اللي قدامنا، سيستم يشبه دراع العزم كده. كويس ان انت يعني لو انت فكرت حتى في الموضوع ده، انت بتعمله في البيت عندك لما بتيجي تربط مسمار، بتجيب تول تزود لك التورك اللي انت بتربط بيه المسمار ده مثلا، صح؟ يعني لو انت ربطته بايدك هتلاقي الموضوع صعب قوي، فانت عايز تقلل الايفورت بتاعك وبرده في نفس الوقت تقبلي نفس العزم، فبتجيب مثلا دراع طويل او طول طويله تعظم لك الايه التورك بتاعك او تضاعف الايفورت بتاعك، في نفس الوقت انت بتبذل نفس الايفورت بس بقيت تقدر تلفف المسمار اللي ما كنتش قادر تلففه بايدك. فالحقيقه هو ده الليفتنج ماشينز برضو جايه من نفس الفكره دي. طيب، عشان نفهم المفاهيم دي خلينا نبص كده على رسمه زي دي. انا مثلا عندي هنا ده بار مثلا اي بي، كويس كويس، وبعد كده جيت انا حطيت حمل هنا لود مثلا وهنقول بيساوي مثلا 80 نيوتن، كويس. طيب، انا عايز ارفع الحمل ده باقل مجهود ممكن، فبعمل ايه؟ انا طبعا الايفورت بتاعي اهو هنا، انا بقى عايز الايفورت اللي انا ببذله ده يكون اقل حاجه ممكنه. اعمل كده ازاي؟ بنعمل كده الحقيقه بان احنا بنلعب في النسبه دي، النسبه اللي هي انا حاطط بينها الهنج دي بين الايفورت وبين اللود. فكل ما تكبر المسافه دي اللي هي الحته دي، كل ما كبرها هتلاقي ان انت بقيت تبذل، هوري لك دلوقتي هثبتها لك، بقيت تبذل ايفورت اقل وترفع احمال اكتر. كويس، يعني في رفع الحمل اللي هو موجود ده بقيت ابذل ايفورت اقل كل ما كبر ايه المسافه اللي هي ما بين الهنج وما بين الايفورت اللي عندي. فلو قلنا مثلا المسافه دي انا هحطها 4 متر، كويس، والمسافه دي متر، تقدر تجيب الايفورت اللي انا هبذله عشان ارفع الحمل ده بيساوي كام؟ بسهوله قوي ممكن اخد سمشن المومنت حوالين الهنج ده، هيبقى عندي الفورس اللود اللي هي 80 في الواحد هتساوي الايفورت في الاربعه، فهيطلع لك ان انت محتاج عشان ترفع الحمل ده ايفورت بس 20 نيوتن. يبقى انا قدرت ب 20 نيوتن ارفع حمل 80 نيوتن، مظبوط الكلام؟ طيب، كويس قوي. حاجه كمان عشان طبعا الكلام ده بقى هفهمك بيه الميكانيكال ادفانتج والفيلوستي ريشيو والايتا. طيب، الميكانيكال ادفانتج بيقول لك انا يعني دي الميكانيكال ادفانتج، يعني انا بحكم على السيستم بتاعي بقول هل هو ليه ميكانيكال ادفانتج ولا لا، هل ليه ميزه ميكانيكيه ولا لا. كويس، يعني السيستم ده ليه فايده ولا لا. لو انا كنت جايب الهنج ده مثلا في النص كده والمسافه دي 2 متر، المسافه دي 2 متر، يعني الايفورت بتاعي هيساوي اللود، صح؟ فما كده السيستم ده ملوش لازمه، يبقى ملوش اي ميكانيكال ادفانتج. الميكانيكال ادفانتج تظهر امتى؟ لما بإفورت قليل احمل او ارفع حمل كبير. فالميكانيكال ادفانتج حقيقه هي بتساوي اللود اللي عندي، اللود ال على الإفورت اللي انا ببذله. ففي حاجه زي دي كده مثلا انا عندي اللود 80 على الإفورت 20، يبقى انا عندي ميكانيكال ادفانتج بتساوي كام؟ بتساوي 4، بمعنى ان انا عملت امبليفاي يعني عملت امبليفاي للايفورت بتاعي 4 مرات. انا بقوه 20 نيوتن قدرت ارفع حمل 80 نيوتن، كويس. طيب، في حاجه ثانيه المفروض نبقى عارفينها اسمها فيلوسيتي ريشيو، كويس. طيب، انا دلوقتي الحمل بتاعي ده اللي هو ال 20 نيوتن ده هينزل مسافه قد ايه هنا؟ نقدر نجيبها صح بسهوله، هي دي الزاويه دي سيتا مثلا، ودي نفس الزاوية سيتا، نقدر نجيب هو ده نزل قد ايه؟ نقدر، يعني لو قلنا ده مثلا الايفورت ده انا نزلته 2 متر، يبقى اجباري لازم اللود ده يطلع من هنا كام؟ نص متر. تقدر تجيبها من نفس الزاوية، يعني هتطلع لك هنا ايه؟ نص متر. يبقى لو اللود ده او الايفورت ده نزل 2 متر،
لازم اللود يطلع لي نص متر. فالفيلوسيتي ريشيو التعريف بتاعها الحقيقه هي الديستنس موفد باي لود على الديستنس اللي مشيها مين؟ الافورت. طيب هتلاقيها هنا بتساوي كام؟ فالفيلوسيتي ريشيو دايما بنجيبها بالطريقه دي، ان انا بشوف مثلا المسافه اللي مشيها الافورت كام والمسافه اللي مشيها اللود كام. فهنا هتلاقيها 2 على نص اللي هي برضو بمين؟ تساوي 4، يعني هي الميكانيكال ادفانتج. طيب ليه اللود، ليه الافورت مشي اكتر من اللود؟ فدايما هتلاقي لو انا ببذل افورت قليل لازم امشي مسافه اكتر عشان تعوض ايه الافورت القليل اللي انا ببذله ده. فهي دي بقى الفكره الحقيقه من الموضوع، ان انا يعني كسبت ان انا بذلت افورت قليل، لكن وقصادها لازم اعوضها بايه؟ بان انا مشيت مسافه اكتر اللي هي الاتنين متر، واللود مشي طبعا نفس المسافه اللي انا عايز ارفعها، انا عايز ارفع اللود هنا نص متر، فهو كده كده طلع النص متر ده، لكن انا بذلت افورت قليل لكن طلع مشيت مسافه 2 متر. في الحقيقه الحاله دي بنقول ان الكفاءه عندي 100%. يعني ايه الكفاءه 100%؟ يعني هي الكفاءه بتساوي الميكانيكال ادفانتج بتاعي على الفيلوسيتي ريشيو. فما دام الاتنين بيساووا بعض يبقى لازم هتساوي كام؟ لازم هتساوي 100%. كويس؟ طيب الحقيقة الكفاءة مش دايما بتساوي 100%. في الحالة دي أنا هنا فرضت إن مفيش أي فريكشن، لكن كان ممكن يبقى في فريكشن عندي في المسألة. طب لو في فريكشن عندي في المسألة هيفرق في إيه معايا؟ هيفرق. هيفرق إن أنا محتاج أبذل إيفورت زيادة يقاوم الفريكشن. فلو افترضنا إن أنا محتاج أبذل 10 نيوتن مثلا زيادة عشان أقاوم الفريكشن، يبقى أنا الإيفورت بتاعي ده بقى 30 نيوتن. الميكانيكال ادفانتج هتتغير، تبقى بتساوي 80 على 30، صح؟ طيب كويس قوي. والفيلوسيتي ريشيو ما بتتغيرش، ملهاش علاقه بالايه؟ بالفريكشن او بالكلام ده، هي مسافه مشيها الافورت وعلى مسافه مشيها اللود، او المسافه مشيها اللود على مسافه مشيها الافورت، فمش هتتغير الحقيقه، هي باربعه. لكن ايه اللي حصل بقى؟ هتلاقي الايتا اتغيرت، لان الايتا بتساوي الميكانيكال ادفانتج على الفيلوسيتي ريشيو. فالايتا بقت بتساوي كام؟ ال 80 على ال 30 على الأربعة، هتلاقيها بقت قلت بقت 67%. فهو ده الحقيقة الكلام اللي أنا عايز أتكلم فيه قبل ما نبتدي نبدأ. وفي حاجة كمان أخيرة عايز أتكلم فيها، إن الإيتا هي الميكانيكال إفشنسي برضو ممكن تجيبها بطريقة تانية غير الميكانيكال أدفانتج على الفيلوسيتي ريشيو. أنت عارف إن الكفاءة الميكانيكية هي الورك أوت على الورك إن. طب تعالوا نثبتها كده ان هي نفس الارقام. لو مثلا خدنا الكيس بتاعت ان ايتا بتساوي 100%، كويس؟ الورك اوت اللي هو مين؟ هو فرصه في مسافه، يعني الايفورت او اللود في المسافه اللي مشيها اللود، اللود في المسافه اللي مشيها، ده الورك اوت. الورك ان ده اللي هو انا ببذله جاي من الايفورت في المسافه اللي مشيها الايفورت اللي هي دي ايفورت، كويس؟ فهتساوي كام؟ اللود عندي بيساوي كام؟ اللود بيساوي 80. المسافة اللي مشيها اللود على فرضنا قلنا نص متر، طيب الإيفورت بيساوي كام؟ بيساوي 30. المسافة اللي مشيها الإيفورت هي 2 متر، مظبوط الكلام ده؟ هيطلع لنا بيساوي كام بقى الكلام ده؟ يبقى دي 30 دي، سوري، دي في حالة الإيتا بقى بتساوي 67.5%. كويس؟ لو حطيتها 30 هنا هتلاقيها بتطلع لي 67.5%. طب لو غيرتها وخليتها 20 هتلاقيها بتطلع لي 100%. برضه الإيتا أقدر أجيبها بقانون الورك أوت على الورك إن. وممكن اجيبها بقانون الباور اوت على الباور ان. الباور هو فورس في فيلوسيتي، بدل ما فورس في ديستانس هو فورس في فيلوسيتي، والباور ان طبعا الفورس في الفيلوسيتي. يعني ايه الفورس في الفيلوسيتي؟ يعني على حسب بقى هو مديني، هو ممكن يديني اللود في الفيلوسيتي اللي مشيها اللود، زي ما هنشوف في المساله اللي هنحلها في الفيديو ده. فهو ممكن يديني اللود في الفيلوسيتي بتاعت اللود، او ممكن يديني الايفورت في الفيلوسيتي اللي عملها الايفورت. فبرضه اقدر احسب الايتا عن طريق ان انا اقول ان هي بتساوي الباور اوت على الباور ان. طيب خلينا نتكلم بقى على البولي سيستم شويه. عايزين نطبق الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده شويه، نفهم بيه الموضوع بتاع البوليز. حقيقه في حاجه زي دي البولي هي بتبقى عباره عن بقره زي اللي انت شايفها قدامك دي، اهي دي البقره بتاعتي. كويس، انا عندي حمل هنا اللي هو ال 100 نيوتن وبفكر ازاي ارفعه. ففكروا ان هو هيجيب البقره ويعلقها على عمود اللي هو اللي انت شايفه ده، والعمود ده بيبقى فيه براكت كده، والجزء اللي فوق ده بيبقى ثابت في حيطه فوق متثبته.
فالبقرة دي بنسميها ستيشنري بولي، ستيشنري بولي يعني بولي ثابتة في مكانها ما بتتحركش وما بتطلعش وتنزل. هنشوف سيستمز دلوقتي أكبر شوية فيها إيه بقر تاني بيطلع وينزل، بس خلينا مع دي كده، خلينا نحاول إيه يعني حاول تفهمها معايا بالراحة. نبتدي يعني بسيستم بسيط. فأنا عندي هنا القوة اللي هي الميت نيوتن دي وعايز أرفعها، فبعمل إيه؟ باجي هنا بإفورت، بشد هنا كده، ده الإفورت بتاعي اللي أنا بشد بيه، وده الحمل اللي أنا بحاول أطلعه أو بحاول أرفعه. فإيه اللي هيحصل هنا الحقيقة في السيستم ده؟ السيستم ده لو انت عايز تشوف الميكانيكال ادفانتج بتاعه فهو بيساوي اللود على الافورت. الحقيقه السيستم ده ملوش اي ميكانيكال ادفانتج. ليه؟ لان اللود 100 والافورت اللي انا اضطريت ابذله هو 100، فالميكانيكال ادفانتج بواحد. لازم علشان اقول ان السيستم ده ليه ميكانيكال ادفانتج لازم تكون اكبر من واحد، لان انا معنى الميكانيكال ادفانتج ان انا بذلت افورت قليل وقدرت اشيل لود كبير. فهنا الحقيقه سيستم زي ده ما ملوش اي يعني ما فادنيش باي حاجه خالص. لازم اصمم بقى، هوريك تصاميم تانية ان انا هتقلل لي دلوقتي الافورت اللي هشيل بيه الحمل. حاجه زي دي برضو بنلاقيها فين؟ في الجيمات. الجيم هو نفس الافورت بيساوي اللود اللي انا بحاول اشيله، فالبولي دي هتلاقيها برضو ايه موجوده في حاجه زي الجيم. هنا خلاص احنا قلنا الميكانيكال ادفانتج بتاعي اللي هو اللود على الافورت بيساوي المية على المية مثلا على الأرقام دي، فبيساوي واحد، فما عنديش أي ميكانيكال أدفانتج. كل الكلام اللي أنا هتكلم عليه دلوقتي ده طبعا assuming no friction، يعني أنا بفرض مفيش friction. فهتلاقي هنا الفيلوستي ريشيو لازم تطلع لي بواحد. طب نعرفها إزاي؟ حقيقة هنا لو أنا مشيت مسافة مثلا متر هلاقي اللود ده طلع لي برضو متر، فهي المسافة اللي مشيها اللود على المسافة اللي مشيها هي سوري المسافة اللي مشيها الإفورت على المسافة اللي مشيها اللود، فبرضو هتطلع لي بواحد. طيب نبتدي بقى نشوف سيستمز فيها ميكانيكال ادفانتج. زي ما واضح قدامنا سيستم زي ده، انا بشد بحمل 50 نيوتن وقدرت اشيل لود 100 نيوتن. كويس الكلام ده؟ يعني بنص الافورت قدرت، يعني بحمل لو عندي حمل 100 نيوتن قدرت اشيله ب 50 نيوتن. طب تعالوا نفهم كده عملنا الكلام ده ازاي. برضو البولي اللي عندي فوق دي اللي هي الاستيشنري اللي متثبته فوق، في الحبل بتاعي هجيب حبل واحد بالمنظر ده وهلفه كده حوالين البولي دي، وهنزل هجيب بولي تانية بس بولي بتتحرك موفينج بولي. كويس؟ وهلف الحبل بتاعي حواليها واقوم مثبت الطرف ايه فوق في اللي هي البراكت اللي انت شايفه ده، هثبتها فيه، فبقت نقطة ثابتة هنا ونقطة موفينج. ايه اللي بيحصل لما بشد؟ لما بشد ستراكشر زي ده، نعملها تاني اهو، لما اشد من هنا ايه اللي هيحصل؟ الطرف ده هيترفع والطرف ده ثابت، فهيبتدي الايه الحمل بتاعي هيترفع. بس الحمل بتاعي هنا كده بقى متشال على كام حبل؟ بقى متشال على حبلين اهو بالمنظر ده، فكل حبل في دول شايل 50 نيوتن. الحبل ده اللي هو لافف حوالين البولي هو الحبل اللي انا بشد بيه، فيبقى الحبل ده بقى عنده كام كده القوه بتاعته؟ بقت 50 برضو نيوتن. كويس؟ ليه؟ لان انت عارف لو انت درست البولي دي مثلا لازم الشد على الحبل يمين البولي وشمال البولي يبقى ثابت، او الشد في الحبل الواحد يبقى ثابت. يعني ده طبعا كله حبل واحد، يعني احنا دلوقتي نقدر نقول ان ده ايه، ده كل ده يعتبر حبل واحد، فالقوه فيه 50 نيوتن. او ممكن تفكر فيها بالطريقه اللي انا لسه قايلها لك، ان هي الحبلين على البولي، يعني الحبلين دايما على طرف البولي لازم يبقى فيهم نفس القوه، فده مثلا ده نفس القوه وده نفس القوه، وهنا ده نفس القوة وده نفس القوة. ففي النهاية يعني مهم ان انت توصل ان كل الحبل ده هيبقى فيه 50 نيوتن الحقيقة، وانت قدرت كده تشيل حمل 100 نيوتن بقوة 50 نيوتن. طيب اللي يهمني ان انت تبقى عارف ازاي تحسب ميكانيكال ادفانتج في السيستم ده هي اللود على الافورت. فلو مفيش اي فريكشن هنقدر نقول ان اللود بتاعي 100 على 50، قدرت اخد ميكانيكال ادفانتج ما دام اكبر من واحد يبقى قدرت اخد هي 2، يبقى انا عملت امبليفاي للايفورت بتاعي مرتين. طيب الفيلوستي ريشيو بتاعتي هتساوي كام؟ الفيلوستي ريشيو بنجيبها على اساس ان هي المسافه اللي مشيها الايفورت. لو قلنا مثلا دي الايفورت ده مشي 2 متر، هتلاقي ان اللود طلع متر واحد، يبقى ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو ضريبه ان انت عملت ايفورت قليل هتمشي مسافه اكتر. خلاص؟ وده اللي كنت بكلمك عليه في حاله الايه الليفر اللي احنا شفناه. وليه ده؟ لان كل حبل الحقيقه هيطلع يعني نص متر بس،
سوري قصدي كل حبل من دول هيطلع متر، كويس. ففي النهاية اللود ده التوتال هيطلع متر واحد، كويس. فالمسافة هنا انت بتشد مسافة 2 متر، هتلاقي اللود طلع لك متر واحد بس. اخر حالة انا شايله على 4 حبال، 1 2 3 4، فهلاقي الحمل بتاعي اتوزع دايما برضو على 4. ممكن حتى تاخدها بفري بادي دياجرام كده لو انت عايز تفهم جاية منين. ادي 1 2 3 4، 4 تي كلهم فيهم نفس الشد، وده 100. فيبقى كل حبل شايل شد 25، ولان انا بشد بنفس الحبل اللي هو جاي من هنا ده اللي عليه 25، يبقى الايفورت بتاعي 25. طيب الخلاصه ان هنا طبعا ميكانيكال ادفانتج برضو اللي هو اللود على الايفورت بتاعي هو 100 على ال 25، فهتبقى ب 4. كده بقى عملت امبليفاي للايه؟ الميكانيكال ادفانتج ب 4، 4 مرات. طيب الفيلوست ريشيو احنا تقريبا ما حسبناهاش في الحاله الثانيه دي، بتحسبها ازاي؟ ان هي المسافه اللي مشيها الايفورت 2 متر، وقلنا ده هيمشي متر، فهي هتبقى 2 او 1 على 2، فكاني بقول ان هي هتبقى نص، او سوري العكس، انا بس ايه المسافه اللي مشيها الايفورت على المسافه اللي مشيها اللود، فهتبقى 2 على 1 اللي هي ب 2. لازم تساوي الميكانيكال ادفانتج ما دام الكفاءه بواحد، كويس، زي ما اتكلمنا من شويه. هي في طريقه سهله قوي ان انا اعرف بيها الفيلوسيتي ريشيو، يعني انا كده بس كنت بحاول افهمك، لكن في طريقه تانية بنقول ان الفيلوسيتي ريشيو دي باي ديفينيشن هي عدد الحبال او نمبر اوف روب سيكشنز، حتى ممكن اكتبها لك اهي، نمبر اوف روب سيكشنز سبورتنج ذا لود، سبورتنج زلو. يبقى انت بقى ما تشغلش بالك اي باي حاجه تاني، انت شوف كده في كام حبل شايل اللود. عندنا حبلين، يبقى الفيلوست ريشيو على طول ب2، كويس. هنا في كام حبل شايل اللود؟ اهم 1 2 3 4، يبقى الفيلوست ريشيو على طول ب4. طريقه تانية برضو ممكن اقولها لك، ان انت تقطع الحبال دي، يعني تقطع الحبال دي لحد ما توقع الحمل، يبقى عدد الحبال اللي انت قطعتها هو الفيلوست ريشيو. يبقى الفيلوست ريشيو هنا بتساوي كام؟ بتساوي 4. الميكانيكال ادفانتج على حسب، انا عندي كفاءه في المساله لو 100% يبقى هتساوي الفيلوست ريشيو على طول، لو بقى اقل من كده يبقى هنبقى نشوف بقى في مسائل تانية ان هي لازم تقل شويه، زي ما وريتك في البدايه خالص ان الايتا بتساوي الميكانيكال ادفانتج على الفيلوست ريشيو، فهتعرف الايتا لو هي بقى اقل من 1 هتعرف تجيب الميكانيكال ادفانتج واللود معروف، هتعرف برضو الايفورت اللي انت محتاج تبذله هيبقى. فيبقى خلاص مش هنشغل بالنا بقى بأي حاجة، مش هنقعد ندرس ميكانيكالي ولا نعمل فري بادي دايجرامز، كل الحكاية إن أنا هشوف كام حبل شايل الحمل أو أروح أقطعهم لحد ما أوقع الحمل، يبقى دي الفيلوستي ريشيو بتاعتي على طول. هنا مثلا الفيلوستي ريشيو بواحد، هنا باتنين، هنا بأربعة، وهكذا. طيب خلينا نشوف كده المسألة دي نحلها مع بعض ونطلع منها الجيفن. هو مديلك بولي سيستم زي اللي واضح قدامك ده، بص هنا طبعا الإيفورت هنا ما بعملوش بإيدي بقى، هنا في موتور، في حمل هنا عندي اللي هو 355 كيلو انا عايز ارفعه بالسيستم ده، ومديني كمان السرعه بتاعته، يعني مديني اللود اللي هو L، ومديني السرعه بتاعت اللود اللي هي 0.2 متر بير سكند، كويس. طيب ومديني طبعا لما يديلك الفيلوسيتي بتاعت اللود اللي هي 0.2 متر بير سكند، يجي في دماغك على طول ان انت ده الباور اوتبوت بقى معاك اللي هو اللود في الفيلوسيتي يعني. فطبعا دي الحاجه الوحيده في الشابتر ده اللي بنحتاج فيها الفيلوستي او نقدر نحسب منها الفيلوستي اللي هي الاوتبوت باور. يعني بيقول لك ان كل البوليز دول ليهم نفس الدايمتر، فالدايمتر بتاع البولي مثلا اللي هي على الموتور دي بتساوي كام؟ الدايمتر بيساوي لو هنشتغل بمتر مثلا ممكن تحولها لمتر 0.21 متر، كويس. طيب اللينس اوف كيبل ممكن بيقول لك ان هي لو بصيت لها من الجنب ممكن تلاقيهم فيرتيكال بالمنظر ده، مع ادا بتاع الايفورت هو اللي هيبقى مايل، فهو راسم لك الصوره الثانيه اللي في الجنب دي بس بيوضح لك شكل الايه البولز. طبعا انت هنا عندك البكر ده متثبت على البراكت اللي انا وريته لك في الصور في الاول، ده الشافت اهو اللي متعلق عليه البولز، وفوق هنا متثبتين فوق، تمام. طبعا الكلام ده مش هيفرق معانا في حاجه في الحل، لكن برضو يعني عشان تبقى فاهم بس السيستم شكله عامل ازاي. دول الاستيشنري بولز اللي هما ما بيطلعوش وينزلوا، الاثنين اللي تحت اللي بيبقوا متوصلين بالحمل دول بيطلعوا مع الحمل فوق لما ببتدي ألفف. فالمسألة بنفس النظام، ادي الافورت بتاعه هو جاي من الموتور ملفوف على البكرة الاولى، بعد كده البكرة التانية، بعد كده اللي فوق هنا،
وينزل يلف على دي وفوق متثبت بنقطة ثابتة كده. فبرضه لما شد بإفورت هيبتدي الحمل يطلع إيه؟ يطلع على التلاتة دول. كويس؟ طيب هنا ممكن نفكر في مسألة دي زي دي إزاي. لو أنا عايز مثلا في البداية كده قبل ما أحل حتى عايز أحسب الفيلوسيتي ريشيو، أحسبها إزاي؟ ده الإفورت بتاعي أهو اللي هو الموتور هنا بيعمله، مش أنا اللي بشد بإيدي، وده الحمل. هتيجي زي ما قلت لك هتقطع مثلا الحبال اللي هي شايلة الحمل دي، قطعت كام حبة؟ قطعت أربعة، يبقى الفيلوسيتي ريشيو هنا على طول بكام؟ بأربعة. يبقى دي من البداية كده يعني الفيلوسيتي ريشيو لا ليها علاقة بفريكشن ولا ليها علاقة بأي حاجة، هي المسافة اللي مشيها الإفورت على المسافة اللي مشيها اللود. فممكن نجيبها زي ما قلت لك بعدد الحبال اللي شايلة الحمل، فنقدر نقول من هنا إن الفيلوسيتي ريشيو بتاعتنا بتساوي أربعة. دي أول حاجة ممكن نطلعها كده بالنظر من المسألة قبل حتى ما نبدأ هو عايز إيه. طيب تعالوا نشوف هو عايز إيه كده مع بعض. أول حاجة هو طالب مني التنشن في الكابل اللي متوصل بالموتور، يبقى ده أول مطلوب، هو عايز التنشن في الكابل اللي متوصل بالموتور. طب الكابل اللي متوصل بالموتور التنشن عليه هو مين؟ التنشن عليه هو الإفورت، صح؟ مش هو ده الترس اللي متوصل بالموتور الشد اللي عليه أو الشد اللي بيعمله هو الإفورت بتاعي. فأنا لو جبت الإفورت كده جبت خلاص الايه التنشن في الكابل. طب نجيب الافورت ازاي؟ ببساطه هنا في المساله مش قايل لي اي حاجه على الفريكشن، فممكن اقول له اسيوم ايتا بتساوي 100%، وايتا بتساوي يعني من الاخر يبقى الفيلوسيتي ريشيو هتساوي الميكانيكال ادفانتج، لان الايتا بتساوي الميكانيكال ادفانتج على الفيلوسيتي ريشيو زي ما احنا عارفين. وانا جبت الفيلوسيتي ريشيو بالنظر من المساله، يبقى الميكانيكال ادفانتج بتاعتي بتساوي 4، وانا عارف ان الميكانيكال ادفانتج الادفانتج بتساوي اللود على الافورت. اللود انا عارفه هنا في المساله هو 355 كيلو، الافورت بتاعي هعرف اجيبه بسهوله قوي، يبقى الافورت بتاعي هيساوي 355 على الاربعه، هيطلع لي ب 88.75 كيلو جرام، تقدر تضرب في 9.81 وتحوله لنيوتن، 870.64 نيوتن. تمام؟ طيب كويس قوي. المطلوب الثاني عايز التورك على الموتور بولي. طيب دي سهله قوي، الراديوس بتاع الموتور بولي هو قال لك ان كلهم نفس الراديوس، فالراديوس هو 0.21 على الاثنين اللي هي الدايمتر على 2، سوري تمام 0.21 على 2. يبقى انا لو ضربت الايفورت في الراديوس، مش لو ضربت دي في دي هيعمل لي التورك اللي هو عايزه، التورك على الموتور، لو ضربت الايفورت في الراديوس هيديني التورك على الموتور، فالتورك على الموتور هو الايفورت في الدي على الاثنين ببساطه، فهيساوي 870.64 في الدي اللي هي 0.21 على الاثنين، هيطلع لي ان هو بيساوي 91.42 نيوتن متر. كويس الكلام ده؟ كويس قوي. طيب كده احنا جبنا المطلوب الاول والتاني بمنتهى البساطه. تالت مطلوب هو عايز الموتور باور. الموتور باور هنجيبه ازاي؟ حقيقه الموتور باور انت بقى هتيجي تستخدم بقى تفكر، ادي هو مدي لك الفيلوسيتي بتاعت اللود ان هو تقدر تجيب الاوتبوت باور كده. طيب اللي في علاقه ما بين الانبوت باور والاوتبوت باور اللي انا لسه قايلها لك هي الايتا. هنا الايتا احنا اسيومنج ان هي 100% لان هو مش مديني اي فريكشن، فهي بتساوي الباور اوت على الباور ان. مظبوط؟ مظبوط الكلام. يبقى انا اقدر اقول ان الباور اوت او الباور بتاع الموتور، الموتور باور اللي هو باور ان بيساوي الباور ان هيساوي الباور اوت اللي هو بيساوي اللود في المسافه اللي اتحركها اللود، هيساوي لي ال 355 اضربها في 9.81 هيساوي المضروبه كمان في ال 0.2 متر بير سكند، هيطلع لك الكلام ده بكام بقى؟ بالباور هيطلع لي بنيوتن متر بير سكند اللي هي الوات، فهيطلع لي ب 696.51 وات. لو جيت حسبتها هتلاقيها طلعت لك بالرقم ده. فكده الحقيقه احنا جبنا اول ثلاث مطالب ببساطه. المطلوب الاخير برضو سهل ما فيهوش حاجه، هو طالب السبيد اوف روتيشن بتاعت الموتور شافت، يعني عايز الار بي ام مثلا بتاع الشافت، يعني عاد بيلف كام لفه في الدقيقه، الار بي ام بتاع الموتور شافت. طيب في علاقه معروفه جدا بتقول ان الباور بتاع بيساوي تورك في اوميجا. طيب احنا معانا ان الباور بتاع الموتور بيساوي التورك بتاع الموتور اللي احنا لسه حاسبينه فوق في الاوميجا. الاوميجا دي هو اللي عايز يحسبها عشان هنحسب منها الار بي ام. بس خلي بالك من حاجه، العلاقه دي عشان تشتغل او عشان تعوض فيها صح لازم الباور يبقى بالوات،
لازم التورك يبقى بالنيوتن متر، لازم الاوميجا اللي هي الانجلر فيلوستي او الانجلر فيلوستي لازم تبقى راديان بير سكند. كويس، طيب هنجيب الاوميجا ازاي؟ الاوميجا هي الباور بتاع الموتور على التورك موتور. الموتور باور لسه مطلعينه اللي هو ب 696.51، التورك موتور لسه حاسبينه فوق اللي هو 91.42. اقدر اطلع ان الاوميجا بتساوي 7.62 راد بير سكند. في علاقه مشهوره جدا ما بين الاوميجا وما بين الار بي ام، ان هي بتقول ان الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. الان دي طبعا اللي هي الريفوليوشن بير مينيت، كام لفه في الدقيقه. فبنقدر نجيب الان، الان هي هتبقى تساوي 60 اوميجا على 2 باي، فكده هتساوي كام لما اعوض بقى اضرب في 7.62؟ هيطلع لي ان الان بتساوي 72.75 ار بي ام. كويس الكلام ده، يبقى انا كده الموتور بتاعي بيلف 72 لفه في الدقيقه. يبقى انا يا شباب اهم حاجه في الشابتر ده اكون عارف ايه الميكانيكال ادفانتج، ايه الفيلوسيتي ريشيو. وعامه في الشابترز اللي جايه كمان هو اهم حاجه ان انت تبقى فاهم الميكانيكال ادفانتج والفيلوسيتي ريشيو والايتا، هل في فريكشن ولا مفيش. لو مفيش او مش مديلي حاجه عنها يبقى الايتا ب 100%، لو مديلي يبقى لازم احسب الايفورت الزياده اللي هبذله عشان اقاوم الفريكشن. الفيلوسيتي ريشيو طريقه حسابها بسيطه جدا، بتشوف عدد الحبال وبعد كده، يعني مش لازم ان انت مثلا، يعني هنا في مساله زي دي كان ممكن افصل الحته دي ماشي واقول هنا في 4 تي مثلا وده الحمل بتاعي، وكان ممكن اقول ان اللود بيساوي 4 تي واحسبها بطرق تانية، بس ببساطه سهل ان انا اعملها بطريقه ان انا بساوي الفيلوسيتي ريشيو والميكانيكال ادفانتج، او اي طريقه براحتك مش هتفرق يعني. شكرا.